إلى ملفنا الثالث. بعد نحو 5 أشهر من إضراب تاريخي شل القطاع الترفيهي في هوليود، يتوصل كتاب السيناريو أخيرا إلى اتفاق مع إدارة الاستوديوهات، بينما يتواصل إضراب الممثلين. نقابة الكتاب الأمريكية أعلنت توافقها مبدئيا وعلى نحو قالت إنه يدعو للفخر بشأن مختلف نقاط الاتفاق الاستثنائي الذي سيوفر مكاسب كبيرة ويضمن الحماية لكتاب السيناريو في مختلف القطاعات السينمائية. رسالة النقابة لم تقدم أي تفاصيل إضافية ومفصلة بشأن الاتفاق، لكنها أشارت إلى أن المفاوضات مستمرة حاليا بشأن صيغته النهائية، مع إشارتها إلى أن الموافقة الأخيرة تبقى مرهونة بموافقة الأعضاء. فبعد مفاوضات شاقة واعتصام مفتوح للكتاب المضربين والمعتصمين أمام شركات كنتفليكس وديزني، ظلت النقابة متصلبة بشأن مطالبها التي يتلخص أبرزها في تحسين الأجور وجعل تحفيزات ومكافآت أفضل، إلا أن هذا الاتفاق لا يشمل الممثلين الذين يواصلون إضرابهم مطالبين مثل كتاب السيناريو بضمانات تحميهم من استخدامات الذكاء الاصطناعي، وأخطرها في رأيهم العمل على استنساخ صورهم أو أصواتهم في الأعمال السينمائية والدرامية. وقف هذا الإضراب يعني أيضا وضع حد للخسائر المالية التي تسبب فيها والتقليل من التأثير الكبير على اقتصاد كاليفورنيا، حيث قدرت دراسة أعادها معهد ميلكن خسائر القطاع في الولاية بنحو 5 مليارات دولار جراء تلك الحركة المطلبية المزدوجة التي لم تشهد هوليود مثيلا لها منذ عام 1960. نناقش هذا الموضوع مع ضيفتنا مبروك الغامي، تنضم إلينا من تورنتو، هي المتخصصة الباحثة المتخصصة بالفن والسينما. مرحبا بك معنا. بهذا الاتفاق المبدئي بداية، هل انتهت الأزمة في هوليود والحال أن الممثلين لا يزالون في إضراب؟ مساء الخير. يبدو أن الأزمة في طريقها إلى الحل بعد 146 يوم من هذا الإضراب الشهير في هوليوود، إضراب في عديد الأطراف مثل ما كنت تتحدث عن WGA اتحاد الكتاب، كذلك اتحاد الممثلين والاتحاد المنتجين من جهة أخرى. هذا الاتفاق مثل ما أعلنت وسائل الإعلام يعني هو مبدئي في انتظار موافقة 11500 عضو لاتحاد الكتاب. يوم الثلاثاء من المنتظر أن يتم يوم الثلاثاء الإعلان عن موافقة الأعضاء الجدد من عدمها، ويبدو أنهم في طريق هذا الاتفاق لأنه شل بالفعل يعني حركة الإنتاج السينمائي شلت شبه كامل قطاع، يعني خسائر مالية كبيرة مثل ما تحدثت 5 مليارات دولار. يعني هذا الإضراب كان لا يخدم مصلحة كل الأطراف، ولذلك يبدو أن الأزمة في طريقها إلى الحل. طيب، تحدثنا عن الذكاء الاصطناعي أيضا أصبح جزء من معادلة العمل في هوليود وفي قطاعات أخرى، يعني ما مدى قدرة النقابات والممثلين والمهنيين بأنواعهم في شتى القطاعات على حماية وظائفهم مع تغلغل الذكاء الاصطناعي، وقد أصبح كما ذكرنا ربما جزء لا يتجزأ الآن من بيئة العمل؟ بالفعل مشكلة الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما هو المشكلة الرئيسية في هذا الإضراب، بحكم أنه الاستوديوهات الكبيرة وشركات الإنتاج الكبيرة طبعا تبحث عن تقليل المبالغ التي تصرفها على الإنتاجات، ولذلك الذكاء الاصطناعي جاء بتقنيات جديدة تقلل من هذه التكاليف. الطرف الآخر هم الممثلون والكتاب ليسوا سعيدين دون بذلك أبدا، لأنه طبعا وخاصة الكتاب هناك برامج كبرى تم الاستنجاد فيها بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتم الاستغناء عن عدد كبير من الكتاب، وهذا لا يخدم مصلحة هذا الاتحاد طبعا الذي يدافع بشراسة عن حقوق أعضائه، وهذه النقطة الرئيسية. في هذا الاتفاق المبدئي يبدو أنه هناك شروط وهناك يعني وضعها اتحاد WGA على الطاولة لفرض شروط معينة على اتحاد المنتجين بعدم الاستغناء عن الكتاب وعدم استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في كتابة السيناريوهات والنصوص النصوص الأعمال الفنية. نعم، مبروك الغامي الباحثة المتخصصة بالفن والسينما، حدثت